على موعد مع التاريخ، ومن خلال التاريخ نزف للوطن بتوقيع نسائه الحالمات بوطن يحتضن وطن ومواطنة لنا حقوق وعلينا واجبات. أنوب، إثر مكالمة تلقيناها قبل ساعتين عن اعتذار السيد رئيس الحكومة عن حضوره معنا متمنيا لأشغالكن النجاح. تحية كبيرة لكل الرجالات الذين وقفوا مع تجربتنا ومع هذا المسار 8 سنوات، ويحضر معنا كذلك أسماء لها مكانتها التاريخية والفكرية والسياسية والثقافية. أذكر ونحن نستعد لتخليد الفكرة 11 يناير تقديم وثيقة الاستقلال، يتواجد معنا بفخر كبير الدكتور مصطفى الكثيري المندوب الثاني للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما يتواجد معنا الأستاذ عميد المعهد الملكي للأمازيغية الأستاذ أحمد الأكوس. طبعا بحضور اسم عالمي في عالم الثقافة والشعر، الشاعر الكبير سي محمد بن طلحة. يتواجد كذلك أسماء من رجالات أثروا وتأثرنا بهم في مسيرة خاصة، سواء كانت إعلامية أو ثقافية، وسآتي على ذكر أسمائهم هذه الأمسية. أشكر بكل تقدير للخطوة الجبارة التي أعلنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشريك في هذه التجربة. تحية كبيرة معنا السيد منير بن صالح، وستكون له كذلك إن شاء الله كلمة. نبدأ. 8 سنوات كانت الفكرة ثم ولادة ثم سفر عبر مختلف جهات المملكة وحتى المباشر الصغيرة أو ما نسميها بالتجمعات السكنية. 8 سنوات تمكنا من ربط التواصل وربط إعادة بناء الهوية المغربية ما بين البلد الأم والجيل الثالث والرابع من الجالية المغربية من خلال 22 فرع في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا، وأخيرا 7 فروع في إفريقيا. رابطة كاس بيت المغرب هذا الأفق الجميل الذي يعطي صورة أخرى عن غير المعتاد للصورة النمطية للمرأة المغربية في وسائل الإعلام
أعتقد أن الجهات المعنية يجب أن تقف لهذه التجربة بالكثير من الاحترام والتقدير. نسعى من ورائها أولا إلى الرفع من مستوى أو تحسين حتى خدمات الأسرة المغربية من خلال الأم والأخت والعمة والخالة في مجال الكتابة والإبداع. سنقول دائما بأن رغم أن الحكومة ترصد مبالغ مالية معينة وخاصة في التنمية البشرية لن تتمكن أنها تحقق ما حققت الصورة بضد كاتبة المغرب في 8 سنوات، والقاعة شاهدة إثبات على ذلك. مختلف الجهات المملكة تضحيات قوية من سيدات أنهم يكونوا 18 ساعة نادية في طريق باش يكونوا حضرات أوبل، أو أنهن يشاركن في بناء مجتمع ثقافي مغربي نحو بناء المغرب الثقافي. رابطة كاتبة المغرب ما غاديش نقول علاش حنا وكانت صعوبات ومعيقات وكذا، ولكن من يؤمن بالفكرة، من له هدف سامي، أولا تعزيز الثوابت الوطنية، الدفاع عن المقدسات والقضايا، وأولا وأخيرا أننا نساهم في تنمية بلادنا كل حسب من مكان. والمرأة المغربية جاء الوقت أننا نتعامل معها بشكل آخر، جاء الوقت كذلك أننا نوضع حسابات ونعيد الحسابات كذلك. وأعتقد أن المندوبية السامية للتخطيط يجب كذلك أن تنفتح على المثقفة المغربية. قد نضيف وقد نعزز وقد نبني وقد نغير، همنا الوحيد أننا يد في يد وراء جلالة المغرب لبناء المغرب الحداثي. أعتقد كذلك على أن المثقفة لها دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المملكة، بحيث أن كل التخوفات اللي عندنا وما يشهده محيطنا الإقليمي والدولي يعطينا ثقة في الناس، كون أن المثقفة المغربية قادرة أن تحمي الثغور من خلال الأسرة المغربية ومن خلال الأجيال وتربيتهم على ثقافة المواطنة. شعارنا التنمية الثقافية والمواطنة الحاضرة، إبداع، تواصل، كفاءة. نترجم على الواقع الخطب الملكية السامية، نفتخر بالسياسة الملكية سواء كانت داخلية أو خارجية، وعلى المرأة المغربية أن تنتقل المثقفة المغربية من مجرد الإبداع إلى المشاركة الفعلية في بناء الوطن. رابطة كاتبة المغرب تؤسس لهذا الفعل، ومن خلال المؤتمر الوطني ننتقل من متعارف عليه إلى المؤسسة الثقافية، أملا أن تنفتح علينا اللجان البرلمانية في البرلمان لمناقشة، وكذلك وزارة الثقافة، وأتمنى ذلك صادقة، لمناقشة كيف أننا ننتقل بالمجتمع المدني إلى المقاولات الثقافية، بحيث أن الصناعة الثقافية إذا ما كانت مضرة للدخل للرفع من مستوى المادي والمعنوي والإبداعي للمعنيين والمعنيات بالأمر، سنظل في نفس الرتبة أو المكانة اللي احنا فيها. الانتقال إلى مؤسسة إلى المقاولة الثقافية إحدى مقومات وإحدى
الأهداف الكبرى للانتقال من السياسة الثقافية للهندسة الثقافية للصناعة الثقافية في رابطة كتيبات المغرب. المؤتمر الوطني سيكون انتقال وسيكون كذلك محطة لمراجعة الذات ومراجعة كيف أننا نخلق من أنفسنا منتجات للفكرة. تحية تقدير لكمنا لكم لوطننا لهذا الاحتواء لكل الأشياء الجميلة. مؤمنات بثقافة الحب وبثقافة الاعتراف وبثقافة الانتماء. بكل تقدير وبكل ما نملك ما بفسيفساء من مجلس حكيمات ومجلس إداري ورئيسان فروع وعواد ومنتسبات، إيمانا بمكانة وحضارة بلادنا أننا نعلن عن أنفسنا كشركات ثقافيات في الفعل الثقافي. رسالة إلى معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة. شكرا. الشكر كل الشكر لسيدتي بصمة تاريخ هذا الوطن بهذه المحطة التي أبت إلا أن تشرق فيها كل أطياف وألوان قوس قزح.